العلاقه بين الراجل والحلاق دي علاقه مقدسه تقريبا. اشتغل ايه؟ اشتغل حلاق رجالي. اول ست حلاق رجالي. تهيب الموقف ليه؟ قلت له انا بحلق لرئيس الجمهوريه مش لاحمد زكي. انت فعلا باشا الحلاقين. اشهر كوافير سرح عمرو دياب. الموضه بتاخد من استاذ عمرو، انا اتعلمت منه كتير كمان. ايه اللي يخلي حضرتك تبقى حلاق اطفال فقط؟ انا مره قصيت لطفل على الكرسي بتاع الباديكير قد كده. ازاي ممكن تسعد الزبون؟ انا ساعه الحلاقه بكون ناصح قوي. صاحبة السعادة غدا الساعة 11 مساء على CBC.